اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله، تعاليت يا رحمن، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رحيم، تعاليت يا كريم، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مليك، تعاليت يا مالك، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قدوس، تعاليت يا سلام، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مؤمن، تعاليت يا مهيمن، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عزيز، تعاليت يا جبار، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا متكبر، تعاليت يا متجبر، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خالق، تعاليت يا بارئ، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مصور، تعاليت يا مقدر، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا هادي، تعاليت يا باقي، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا وهاب، تعاليت يا تواب، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فتاح، تعاليت يا مرتاح، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سيدي، تعاليت يا مولاي، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قريب، تعاليت يا رقيب، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مبدئ، تعاليت يا معيد، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حميد، تعاليت يا مجيد، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قديم، تعاليت يا عظيم، أجرنا من النار يا مجير.
سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شهيد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بعيث تعاليت يا وارث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أنيس تعاليت يا مؤنس أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفي تعاليت يا ملي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبيق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع
أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فعال، تعاليت يا متعال، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قاضي، تعاليت يا راضي، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قاهر، تعاليت يا طهير، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عليم، تعاليت يا حكيم، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا دائم، تعاليت يا قائم، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عاصم، تعاليت يا قاسم، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا غني، تعاليت يا مغني، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا وفي، تعاليت يا قوي، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا كافي، تعاليت يا شافي، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مقدم، تعاليت يا مؤخر، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا أول، تعاليت يا آخر، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ظاهر، تعاليت يا باطن، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رجاء، تعاليت يا مرتجى، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ذا المن، تعاليت يا ذا الطول، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حي، تعاليت يا قيوم، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا واحد، تعاليت يا أحد، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سيد، تعاليت يا صمد، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قدير، تعاليت يا كبير، أجرنا من النار يا مجير.
سبحانك يا والي تعاليت يا علي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذاري تعاليت يا باري أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معيز تعاليت يا مذيل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفيظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا مقتدير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكام تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واجد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم
أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فارد تعاليت يا ويت. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا وكيل تعاليت يا عادل. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مبين تعاليت يا متين. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا بار تعاليت يا ودود. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشيد. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا نور تعاليت يا منور. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا محصي تعاليت يا منشي. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال. سبحانك لا إله إلا أنت. سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. والحمد لله رب العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. رحم الله من قرأ سورة مباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبة من النار فيمن تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم اغني كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد. وارزقني هج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام، فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم
دعاء الافتتاح. This is a dua that is taught to us by the 12th Holy Imam. And when the Imams recite these duas, they're not reciting from a book, but they're actually expressing what their feelings are and what they're seeing, and they're manifesting their experiences of Allah subhanahu wa ta'ala through words. So let us, when we're reciting this dua, pick on any phrase that really touches your heart, that can really elevate and help improve our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. And also, he goes through seeking forgiveness as well. So when we get to those phrases, let us really, with broken hearts, ask for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. So then we can truly get closer to Allah. And also goes through mentioning the Holy Prophet and the Ahlul Bayt and their characteristics and their fadail. So one thing we need to remember is that Ahlul Bayt, the Holy Prophet, went through so many struggles to make sure that we have this beautiful religion that we have today. So let us truly recite this fadail of theirs. And finally, towards the end, when there's a dua for the 12th Imam, remember this is the 12th Imam expressing how he would like us to pray for him. So with that, maybe we can improve our relationship with our Imam through this part of the dua as well. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير
اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي وأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول علي فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا
الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين.
اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا، يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به عدوك وعدونا، إله الحق، آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم برحمتك في الصالحين، اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا، وفي عليين فارفعنا،
وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا، ومن ثمار الجنة والحوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا، وليلة القدر وحج بيتك الحرام، وقتلا في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا. وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغرنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكبمنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت فنجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام، المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية، وتوسع في رزقي، وتجعلني ممن تنتصر به لدينك، ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني علي. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Bismillahir Rahmanir Rahim. Respected scholars, my elders, brothers and sisters, Assalamu Alaikum Rahmatullahi Wabarakatuh. On behalf of the chairman, the executive committee, and the trustees, I would like to wish you all a Kushali Mubarak. This holy month of Ramadan, we have been blessed with the presence of Sheikh Ayub Rashid, who is a renowned speaker based in England and a former resident of Tanzania. Sheikh is a graduate of Islamic Seminary of Qom,
He has a BA in Islamic law and an MA in Islam and Community Studies from the UK. He's also a qualified Muslim chaplain from Markfield Institute of Higher Education in Leicester. He's a lecturer of advanced science, advanced studies in Islamic studies in the Islamic College of London. He has lectured across the world and inspired audiences from four continents with his talks. In East Africa, he has been a regular speaker at seminars, especially where Swahili is an important medium of seminars. Sheikh has been delivering lectures in English for the past 15 nights on the topic personal development in the Islamic perspective. And after Zohrain prayers, Sheikh has been giving us lectures on the tafsir of Surah Al-Furqan. The 15 lectures started with firstly explaining to us of the four windows of understanding Ma'rifah. Then he went on to talk about the heart and its purification. Thereafter, he spoke about Al-Ghafla, and the lecture was on, and then there was a lecture on Al-Budiyah. He also gave us lectures on mistakes and how to admit them and our needs. In the last few lectures, he told us about our sins, the potential to commit them and the stumbling blocks and the sins that Allah subhanahu wa ta'ala will forgive us. During his stay in Mombasa, Sheikh led the daily Zohrain and Juma prayers. On behalf of Mombasa Jamaat and the chairman, we wholeheartedly like to thank Sheikh Ayub Rashid for accepting our invitation, devoting time from his busy schedule. He was interacting daily with the community of all ages, and I'm sure we got a lot more from him in the 15 days apart from the lectures alone. We also would like to appreciate our resident Alim, Sayyid Sikandar Kazim, who held lectures with our youths on daily activities based on Dua Iftitah. This year, we are also lucky to have Brother Imran Ali Khaki visiting us, who did a few sessions with the Husseini Madrasa and also the senior Quran Khani and the members of the community on Quran and how to recite Quran on a better way. The Jamaat would also like to record its appreciation to Al-Hajj Murtaza Mirali and his family for accommodating and taking care of our guest. He has always been ready to accommodate the visiting alims, and only Allah subhanahu wa ta'ala can reward you and your family for this grand gesture. My elders, brothers and sisters, today would be Sheikh's last lecture as he departs tomorrow morning back to UK. May I request you all to recite Surah Fatiha for the Marumins who are with us, partake in Amals last year, and are no more with us now, and for all Marumins. Al-Fatiha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of the Student Welfare Society, I would like to take this opportunity to wish you all Khushali Mubarak on this auspicious occasion of the birth anniversary of Imam Hassan al-Mujtaba salawatullahi wa salamu alayhi. On this auspicious occasion, I would like to launch something that the Student Welfare Society has been working on for months. The Student Welfare Society wishes to launch its first ever SWS newsletter, issue one. This newsletter consists of the team behind SWS, activities and events that we held from Rajab to Shaban. Secondly, in the holy month of Shaban, on February 18th, we launched our first ever global Shaban photography event. The theme for the campaign was A Savior and I, the thread that connects me. We received a total of 39 entries, and this was a worldwide initiative, capturing images that explored the connection between themselves and their savior. Participants had to send a picture along a caption. I would like to announce the winners of this photography campaign. First prize goes to Sister Mehjabeen Molu from Mombasa. Second prize goes to Sister Sabah Dharamsi from Philadelphia. Third prize goes to Sister Sakina Dungarsi from Mombasa. On behalf of SWS, I wish to congratulate all the winners and participants. Please collect your prizes from Sister Fatima Zahra Jaffer tomorrow. Ahsan.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Before we begin, I would like to take this opportunity, number one, to thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving me this opportunity to come to share the ideas and views and discussions with Mombasa Jamaat. Thanks to the leaders of KSIJ Mombasa, the president and the whole team for their hospitality and giving me opportunity and the trust to come and share the knowledge together. May Allah reward them abundantly. Bi barakati salat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Also, I'd like to extend my thanks to my brother Murtaza, sitting there, Murtaza Merali and his family, mashallah, they gave me a wonderful hospitality. I troubled them a lot. I hope, inshallah, they won't mind to welcome me again if there will be, inshallah, another visit, bi-idhnillah. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to reward him and his family and to cure all the marid from his family. Bi barakati salat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Also, I would like to thank Muki of this Jamaat. You don't know what's happening between him and me. I know you know him, but however, there are some signals I get from him only I know, but you don't know. Alhamdulillah, we need someone like him within the community, because otherwise some of us, when we get the mimbar, then mimbar is mine. So thank you very much to brother Murtaza. By the way, those who don't know, his brother Ustad Mullah Muhammad Kasamali, he was one of the people who took keen interest in taking care of us when we were at the Hausa in Nairobi and beyond. May Allah reward him and his family and all of you. Bi barakati salat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Lastly, to the members of the community, especially Maulana Sikandar, you have a very talented, young, wonderful Maulana. So for that, I believe that Mombasa Jamaat will see, inshallah, more successes, inshallah. And of course, behind the scene, there was Mullah Sajjad. Wonderful discussions. Alhamdulillah, may Allah keep him safe. And also Mullah Sajjad Bishoni. I know he's watching online, so thanks to him as well. And to the member of the masjid where we were sharing the ideas of on tafsir of Surah Al-Furqan. It was wonderful discussion. I made a lot of friends, and may Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them, inshallah. And if there was anything, for some reason, in these lectures, I said something which I didn't mean to hurt anyone, but because of the slip of the tongue, I ask for forgiveness, and may Allah subhanahu wa ta'ala forgive all of us. Bi barakati salat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Tonight's majlis is to honor and to recognize and to celebrate the life of Imam Al-Mujtaba Hassan bin Ali bin Abi Talib salawatullahi wa salamu alayhim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. The Imam, I can say that there is a lot of misunderstanding, or the one who has been misunderstood big time, if we use the word.
we have not understood Imam al-Mujtaba correctly and properly. We, some of followers of Ahlul Bayt and our brothers from other schools of thought, they have not understand Imam correctly. So tonight I want to discuss about three things from the life of Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Number one, it is the issue of dividing the wealth for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Number two, sulh of Imam al-Mujtaba alayhi salam. Sulh, reconciliation, peace treaty, peace agreement between him and Muawiyah. And number three, his perseverance when he was afflicted with calamities and problems. There are many lessons we can learn from this noble Imam, but these three lessons are very important to us every time and wherever we are going to be. As we understand, by looking at Surah Al-Kawthar, where Allah subhanahu wa ta'ala says clearly, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna a'atwainaka al-kawthar. Indeed, we have given you, Ya Rasulullah, al-kawthar. Kawthar, many blessings. Kawthar, river in paradise. Kawthar, Fatimatu Zahra, salawatullahi wa salamuhu alayha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kawthar, in terms of many blessings, Rasulullah was given many blessings. If you take only one, there are many. Just one. Every time when you give adhan, you say, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. What follows after that? Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Do you know that when you say in that adhan, you praise Rasulullah in Mombasa, Kenya, many have done so in the eastern part of the world. Where the sun rises, people before the sun rises, they recite adhan of Fajr. In New Zealand, in Australia, in comeback, India, Pakistan, go to Malaysia, Indonesia, go to all those countries near there, pass Iran, Pakistan, go Iraq, and then come Saudi, all the way up to us. Everyone who says Ashhadu an la ilaha illallah has to praise Rasulullah. Then we go from here towards the west, until when you reach North America, South America, where now they are waiting maybe to have their iftar or during the day, we are finishing, they are starting. So constantly we praise Allah and Rasulullah. Allah has given Rasulullah many blessings. Inna a'tainaka al-kawthar. Indeed, we have given you, Ya Rasulullah, many blessings. This is just one. But do you know, a few years ago, I think including last year, the famous name in UK for the babies, it was Muhammad, in connection to Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. So just the name is so famous, Allah has given him many blessings. Now you go second meaning, inna a'tainaka al-kawthar. Indeed, we have given you kawthar, river in paradise. As we hear, this river, the water of that river is whiter than milk and sweeter than honey. This belongs to Rasulullah. Allah says, we have given you that. Number three, inna a'tainaka al-kawthar. Indeed, we have given you kawthar. Kawthar is Zahra al-Batul Fatima binti Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Ali. Why do we say that? Because Rasulullah was called Abtar. Abtar. Abtar means you don't have boys in your family.
Originally, any animal without tail or the tail is cut off, they used to call that as abtar. They call Rasulullah abtar because why? He doesn't have boys in his family. Boys died when they were young, when they were babies. So he's abtar. Wherever he goes, abtar, abtar, abtar. Allah says, no. Inna shani'aka huwa al-abtar. The one who is your enemy, he is the abtar. He is the one without posterity. His family is cut off, not you. Now we say, Ya Allah, the way we know, when we have boys, they are the ones who are going to continue our families. Allah says, but not with the family of Rasulullah. His family will continue through Zahra and Amirul Mu'mineen. And how can it continue? Imagine all the time people call him Abtar. Abtar, third year of Hijrah, 15th of Shahr Ramadan, the news come, Ya Rasulullah, there is a baby in your family. Come. The Holy Prophet comes and he says, give me my baby. He looks at him. This is the one. After few moments, he called him Al-Hassan. Hassan, then Mujtaba, Az-Zaki. It was at that moment, Rasulullah was so happy. He recites Adhan and Iqama in both ears. And then he says, this one is Hassan. Then he makes statements. He says, Al-Hassanu minni wa ana min al-Hassan. We all the time we hear what the hadith, Husaynun minni wa ana min Husayn. There is another hadith, Hassanun minni wa ana min Hassan. Hassan is from me and I am from Hassan. Now when we hear this narration, for us is like, we truly speaking, some of us we want, you know, kofi kwa kofi, ngumi ngumi, yeah, tusi tusi, meaning what? Tit for tat. You cause me trouble, I cause you trouble. And that's why many people are attracted with the message of Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein, for many young people, is like, well, don't mess with me. You mess up with me, I'll be there for you. This is Imam Hussein alayhi salam in our understanding. With Imam Hussein, he's very calm, composed. He doesn't rush in terms of revenge. So we wonder, why Imam Hassan, you are like this? And even sometimes we ask the question, why Imam Hassan is not like his brother Hussein? Why he didn't fight, although he fought with Muawiyah? However, we forget that Rasulullah in the year 6 AH, he had to sign peace agreement with the Mushrikina of Makkah. Rasulullah came from Medina after Hijrah. He came with the companions. There were many, more than 10,000. They were going for Hajj. Mushrikeen heard this caravan is coming. Let us stop them. They meet at a place called Hudaybiyah. In Hudaybiyah, they say to Muslims, you are not allowed to go to Makkah nowadays. Oh, this day. This trip, no. You have to go back. They have their animals to slaughter them as sacrifice. They say, Ya Rasulullah, no. We are now powerful. We have people. We can fight. Why should we go back? Let's go and fight. The Holy Prophet said, no. They want peace. We are ready for peace. Let us sign peace treaty. And that was known as Sulhul Hudaybiyah. Peace treaty of Hudaybiyah. Rasulullah signed with them. They said, this year you have to go back. You can come next year. No weapon with you. Now, what can they do with the animals they brought? Rasulullah said, we have to slaughter them here. And we have to shave their heads. Yeah, we were going there. That was our intention. But we have to do it here. Many were reluctant. But the Holy Prophet said, no problem. Let's do it. He was a peaceful man. Imam Hassan follows the footsteps of Rasulullah. And that's why the Holy Prophet said, Al-Hassanu minni wa ana min al-Hassan. Imam Hassan, when he signed peace treaty with Muawiyah, he followed the sunnah of Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Peace. If you are given war and peace, always go for peace. Because with peace, you can do a lot of things.
a lot of things can be achieved through peace. And it is here Imam Hassan alayhi salam said, I will have to sign peace treaty with Muawiyah because I can see there are many dangers and we can get success. Number one, if I'm going to fight and if I'm going to be killed, many people wouldn't understand, wouldn't know my mission. What is my mission? We came to know the mission of Imam Hassan after he signed the peace treaty with Muawiyah. Now that is known as sulh. You know, for us sometimes, unfortunately, we belittle the idea of sulh. Rasulullah is telling his companions, he said, if you can go for sulh, according to the Holy Quran, وَالسُّلْحُ خَيْرٌ. And subhanAllah, this ayah, وَالسُّلْحُ خَيْرٌ, it is in the discussion of the matrimonial issues between husband and wife. Allah says, وَالسُّلْحُ خَيْرٌ. Sulhu always is khair. We fight with our wives, they fight with us. Allah says, go for sulh. And that's point number three. That Imam Al-Hasan alayhi salam, he lived with this lady by the name Ja'da bint al-Ash'ath, the one who was a difficult woman. Eventually, she poisoned Imam Hassan alayhi salam. Imam Hassan did not even divorce this lady. Yeah, we were talking about the divorce issues, matrimonial issues. I would like to make this point very clear. Brothers and sisters, whatever we say, whatever fight we fight amongst ourselves, if there is a room for sulh, please go for sulh. Because as we said, there are many dangers. We divorce, sister goes that way, I go this way. Children are the ones who suffer. Family breaks up. You know, in UK, just in UK, many youngsters, I think I mentioned here, many youngsters go to prison because there is problem within their families. Mom lives alone. Dad is nowhere to be seen. Muslims are the minority. But in many prisons, Muslims are the majority, especially young people. We go for sulh. If there's a way for us to bring reconciliation, we go there. If someone asks you, why you go that way? Say, I follow the sunnah of Imam Hassan alayhi salam. And it's because of this Imam Hassan was not understood well. Why he didn't fight like his brother? Why he decided to go for sulh? And again, it is as if we forget the narration of the Holy Prophet when he says, Al-Hasanu wal-Husaynu imamani qama au qa'ada. Al-Hasan wal-Husayn are two imams. Whether they stand up or they sit down. Whether one stands up to fight or another one sit down for reconciliation. They are imamani. Don't get any wrong idea. They are imamani. This one goes for Karbala to fight. Another one goes for peace treaty. They are imamani. We don't know them. We have to follow them and obey. This point is very important. Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. He says, bringing reconciliation between two people who are fighting is better than all the salah and fast. Ammatu suyami wa salah. If you pray all the salah and if you fast all the fasting, there will be no closer to bringing reconciliation between two people who are fighting. Amirul Mu'minin alayhi salam. Bringing reconciliation is everything for us. From Imam Hassan we learn that. However, this Imam, as I said, there is misunderstanding. We don't understand him. When we hear Imam Hassan is like, he was, Astaghfirullah. Oh Imam, I say this just because I want people to understand me. We think he was softy kind of Imam. He wasn't tough. But do you know Imam Amirul Mu'mineen in the battle of Jamal and Siffin, he took Imam Hassan to make him to fight. One of the people who stood to defend Amirul Mu'mineen to go in the battlefield was Imam Hassan.
This imam, tough imam. Not only that, he went for Hajj. How many times? I'm sure you have heard this. How many times did he go for Hajj? 20 times or 25 times. Most of them he went walking. From Medina to Makkah, Makkah to Medina. More than 500 kilometers. Walking. This is Imam. When we talk about him, it means that he was very well physical fit, Imam Hassan alayhi salam. So when we look at him, we need to change our perspectives to say that, no, you know what? Astaghfirullah. We didn't understand Imam alayhi salam. We need to learn something from him again. Now, coming back to the point which I mentioned, Imam Hassan divided his wealth twice, half for him, half for Allah subhanahu wa ta'ala. It's no joke. Whatever he had, he said, this half is for me, half is for Allah subhanahu wa ta'ala. He used his half, the other half, it goes for the sake of Allah. Twice in his life. And many other times he gave it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Until he became to be known as Karimu Ahlil Bayt, the generous one from Ahlul Bayt alayhimu salam. You know the story. The other day he was going through the alleyways of Medina and he found poor people were sitting, were eating, and they welcomed him. Oh, grandson of Rasulullah, come and join with us. He looked at them. I think he thought that this could be sadaqah. And there's a narration which he says, I'm sorry, I can see your food is little and I don't eat sadaqah. Or in another occasion, he joined them and then he said, now come, let's go home. There he served them properly. This is Imam Hassan alayhi salam. When we look at him, we find that Islam which can fit with us today. And there are many lessons which we can learn from him. I would like to end my majlis by reciting or narration, mentioning the narration from Imam Zainul Abidin, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. Imam Zainul Abidin, this is in Mizan al-Hikmah, the scale of wisdom. He says, Inna al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam kana أعبد الناس في زمانه. Imam Hassan, if you were to take people who were doing ibadah at his time, he was on top of all of them. Of course, he's Imam. وأزهدهم, he was the mystic figure of all the people. وأفضلهم, he was the best of all the people. وكان إذا حج حج ماشيا. When he used to go for Hajj, he used to go walking. وربما مشى حافيا. Maybe sometimes he would walk barefooted. This is a tough imam. From Medina to Makkah, Makkah to Medina. Wakana idha dhukira al-mautu baka. Whenever death was mentioned, he would cry. Wa idha dhukira al-qabru baka. When qabr, grave, was mentioned in front of him, he would cry. Wa idha dhukira al-ba'thu wan-nushuru baka. Whenever people mention about resurrection, he would cry. وَإِذَا ذُكِرَ الْمَمَرُّ عَلَى الصِّرَاطِ بَكَى. Whenever sirat, that we will cross the bridge, that was mentioned, Imam would cry. وَإِذَا ذُكِرَ الْعَرْضُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ شَهِقَ شَهْقَةً يُغْشَى عَلَيْهِ مِنْهَا. Whenever the case would be mentioned, that we would make to stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala, he would shake until sometimes he would become unconsciousness because of that. وَكَانَ إِذَا ذُكِرَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ اضْطَرَبَ اضْطِرَابَ السَّلِيمِ وَسَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةُ وَتَعَوَّضَ بِهِ مِنَ النَّارِ. Whenever Jannah was mentioned, you could see him very happy. And whenever Nar, hell, would be mentioned, he would be a fearful. He would show that fear. And he would ask Allah to keep him away from hell and to make him enter Jannah. This is the sign of a muttaqi. As per narration from Amirul Mumineen, Ali bin Abi Talib, salawatullahi wa salamu alayhi.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. This Imam, we need to revisit him. We need to read a lot about him. And we send our salutations and salute to Imam Hussein bin Ali bin Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Why? Because when Imam Hassan was alive, Hussein wouldn't say anything in front of him. People come to ask mas'ala to Hussein. His brother is there. He would say, go to him. Ask him. It was Imam Hassan alayhi salam who said, Al-Akhul Akbaru bimathabatil ab. Today we'll end with this narration from him. He says, the eldest brother is like the father. The eldest brother within your family, he's like your father. Show respect to that brother. Unfortunately, sometimes this is missing. And unfortunately, sometimes this is missing when the eldest brother is bichare. Yeah, bicharo. When he is poor, destitute, tough luck, we don't listen to him. No, eldest brother is like your father. We need to listen to that. And especially we, the Shias of Ali alayhi salam. Imam Hassan shows respect to his brother. We don't hear anything about Imam Hussein during the lifetime of Imam Hassan. What's happening between us and our brothers? Why I become the head and he becomes the tail? I need to make sure I show my sincere respect to my brother, even if he doesn't have anything. Why are you doing that? I follow the sunnah of Imam Hussein because he respected his brother, Imam Hassan alayhi salam. For this, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make us be able, insha'Allah, to go for ziyarah of Rasulullah in Medina. And to be able to do ziyarah of Imam al-Hassan al-Mujtaba in Baqi. Him and the rest of Imams who are buried there. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to get the shafa'a of Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam. Ya Allah, we ask you to bestow upon us his karam, his generosity, to be able to bring peace and reconciliation within our societies and our communities. Ya Allah, we ask you not to make this majlis to celebrate the wilada of Imam Hassan to be the end, to be the last one in our lives. We ask you, Ya Allah, to make us celebrate another one next year. But if you have decided to make this to be the final celebration to honor Imam Hassan alayhi salam, we ask you, Ya Allah, to make it marhuman and not mahruman, Ya Allah. Accept it from us. Ya Allah, we ask you to bless this community. We ask you to increase the tawfiqat, and we ask you to reward all the organizers of these majalis. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And once again, we recite Suratul Mubarakatul Fatiha for all our marhumin muassisin, the elders, wazee wote walojenga hii community. May Allah subhanahu wa ta'ala reward them abundantly. Bi barakati salati ala Muhammad wa ali Muhammad. But before that and after that, Suratul Mubarakatul Fatiha. أرسل السلام محمد وآل محمد يا نبي سلام عليكم يا علي سلام عليكم حسنين وفاطمة برد
نور الله صلوات الله عليكم يا نبي سلام عليكم يا علي سلام عليكم حسنين وفاطمة بر يا نور الله صلوات الله عليكم يا محمد نام پیارا عرش پر حق نے پکارا سچ پیمبر ہے ہمارا یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکم یا نبی سلام علیکم یا علی سلام علیکم حسنین و فاطمہ پر یا نور اللہ صلوات تم حبیب کبریا ہو تم شفیع یہ دو جہاں ہو تم ہمارے پیشوا ہو یا نبی اللہ صلوات اللہ علیکم یا نبی یا علی سلام علیکم حسنین و فاطمہ پر یا نور اللہ صلوات اللہ لا فتى إلا علي پر سویا ہے بستر نبی پر برکت و قدم و نبی پر یا اسد اللہ صلی علیکم یا نبی سلام علیکم یا علی سلام علیکم حسنین و فاطمہ پر یا نور اللہ صلوات افضل السلام محمد و آل محمد فاطمہ کے لخت دل مشکل کشا کے نور عین فاطمہ کے لخت دل مشکل کشا کے نور عین ہو رسول اللہ کے
آنکھوں کے تارے یا حسان بن کے شاعر آئے ہیں در پہ تمہارے یا حسان آج پورے کیجئے ارماں ہمارے مالک کل نے بنایا ہے تمہیں مختار پور مالک کل نے بنایا اے مختار کور آپ مخلوق خدا کے ہو سہارے یا حسان بن کے شاعر جواب جواب اے در پہ تمہارے یا حسان آج پورے کیجئے ارمان دستغیر ہے بے قصہ حق نے بنایا آپ کو دستغیر ہے بے قصہ حق نے بنایا آپ کو کیوں نہ پھر کوئی مصیبت میں پکارے یا حسن بن کے شاعر آئے ہیں در پہ تمہارے یا حسن آج پورے کیجئے ارمان گودیاں بھر دیجئے سرکار بہرے فاطمہ گودیاں بھر دیجئے سرکار بہرے فاطمہ منتظر ہے دیر سے دامن پسارے یا حسان بن کے شاعر آئے ہیں در پہ تمہارے یا حسان آج پورے کیجئے ارماں کتنے ہیں مومن مریض ان کو شفا تو دیجئے کتنے ہیں مومن مریض ان کو شفا تو دیجئے ایک اشارہ کافی ہے ان پہ ہمارے یا حسن بن کے شاعر آئے ہیں در پہ تمہارے آ حسن آج پورے کیجئے ارماں ہمارے یا حسن افضل السلام محمد و آل محمد محمد و آل محمد سلامات بسم اللہ الرحمن الرحیم آوتی کالے سانجنا سوا پانچ واگے محفل پنجتن قبرستان میں امام حسن علیہ السلام نا ولادت نا جشن ما سروے بھائیو پدارجو اللہ ارواح المؤمنین والمؤمنات رحم اللہ من کر الفاتحہ رہی و بیمار داشت بلا جو بیمار ہو جلد پاوے شفا الہی برائے امام زمان
میں اول میں شر سے دے تو اما قیامت میں معشور ہو مالی اٹھے قبر سے کہتے ہم یا علی خوشاما خوشالی نو دنیا امام کہ ہم شو علی ہست مولا امام اے پانچ بلو مل چار داتن احمد ولی زہرا بس شبیر اسلے تائمام زمان شبیر اسلے تائمام زمان ایک ایک بے صدا سلوات پڑھو سلوات سلوات کے اس پہ نسا ارے گوہر جو نبی یہ بلند صفات ہوئے سلوات سلوات و سلام یا امام زمان فرما حضور یا امام زمان زیارت وارث بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا وارث آدم صفوة اللہ السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکم یا وارث موسی کلیم اللہ السلام علیکم یا وارث عیسی روح اللہ السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیکم یا وارث علی امیر المؤمنین ولی اللہ السلام علیکم یا ابن محمد المصطفی السلام علیکم یا ابن علی المرتضی السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبرا السلام علیکم یا سار اللہ و ابن سار والوتر الموتور اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سميت بذلك فرزيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في أسلاب شامك وارحام المطهرة لن تنجسكم جاهلية بأنجاسها ولن تلبسك من مدلهمة ثيابها وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك إمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن أئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والأروة الوسكى والهجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكة وأنبياء ورسل وأنبياء ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع الدين وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم زيارة حضرت علی اکبر السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید
السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن مظلوم. لعن الله أمة قتلك، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة شهداء كربلاء. السلام عليك السلام عليكم يا أولياء الله وإباها، السلام عليكم يا أصفياء الله ووداء، السلام عليك يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن ابن علي الولي الناس، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي تبتم وتابت الأرض التي فيها دفئتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنتم معكم فأفوز معكم. زيارة حضرة عباس. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح مطيع لله ولرسوله، وأشهد أنك قد جهدت ونصحت وصبرت حتى آتاك اليقين. لعن الله ظالمين لكم من الأولين والآخرين، والحقهم بدرجة الجحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغربة السلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدي في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، أجل الله فرجه وسهل الله مخرجه وزهور الأمر، ورحمة الله وبركاته.